لما حصلت التمثيليه الهرائيه دي بتاعت مرتضى، تلك مرتضى لا في سجن ولا في نيله، ده في فتره استجمام ولا حبس ولا بتاع. ها المهم مرتضى خرج من فتره الاستجمام. مرتضى عامل زي الشعره، ساعه تروح وساعه تيجي، لعبه العسكر المفضله اللي ما يقدروش يعيشوا من غيرها. خرج مرتضيلو من فتره الاستجمام عشان يشكر وزير الداخليه على جمال السجن اللي عايش فيه، وانه هذه الخدمه في السجن الفندقيه ما شافش زيها في امريكا، خدمه خمس نجوم. بهني وزير الداخليه برجالته، ست سجون انا مش شفتهمش في امريكا بصراحه. مستشفى على اعلى مستوى، احدث اجهزه، بيعملوا عمليات قلب مفتوح. لا حاجه يعني شيء مبهر. ليه حق يهني وزير الداخليه برجالته؟ السجون دي ست سجون، الراجل ده كان داخل يعمل اشراف على السجون، يعني داخل يعمل لف على السجون بيشوف الوضع. قالوا له اعتبر نفسك يعني شهر كده بتتدلع يا مرتضى. ست سجون انا ما شفتهمش في امريكا بصراحه، مستشفى على اعلى مستوى، بيعملوا عمليات قلب مفتوح، شيء مبهر بصراحه. خرجت ليه بقى يا روح امك؟ خرجت ليه؟ مرتضى بيشكر وزير الداخلية على السجون اللي دخلها، اللي هي افضل من سجون امريكا وخدمة خمس نجوم. بيقول لك انا ما اتعاملتش معاملة خاصة، ده هي السجون اللي جميلة، كان معايا اخوان وكفار قريش في هذا السجن الجميل، كلنا كنا عايشين ايام جميلة جدا 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 مع كل الناس، اطباء على اعلى مستوى، المساعد وزير هناك راجل محترم جدا، معاه مساعدينه، المباحث اللي هناك، ناس هناك طبعا كان معايا اخوان مسلمين وكفار قريش. معامله محترمه، مساعد وزير راجل محترم، مباحث اللي في السجن منتهى الاحترام، معايا اخوان مسلمين وبتاع، السيسي بيدلعهم جامد جدا عشان يفضلوا في بحبوحه العيش. لا 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 لا، كلام جميل جدا في رحله مرتضى الهرائيه. طبعا السجن اللي اتسجن فيه مرتضى ده في التمثيليه دي الهرائيه دي مش السجن. فاكرين الملحن هاني مهنا؟ فاكرين هاني مهنا؟ ده كان بيحكي عن فتره سجنه، كان بيلعب فيها كوره مع علاء وجمال، وادوله ثلاجه زياده عندهم، كان عندهم ثلاجات زياده في السجن وكده، وادوله ثلاجه زياده، وحكى عن حمام السباحه والعيشه اللي كانوا عايشينها. فاكرين هاني مهنا؟ بس الفيديو ده للاسف عليه حقوق فظيعه جدا، عاملين عليه حقوق فظيعه جدا عشان فضح جدا. تخيل انت حضرتك اكتر حاجه بيتم حمايتها في تلك البلاد هي فيديوهات العصابه، لو حرصوا على البلاد بحرصهم على فيديوهات اللي بتفضحهم ما كانش النيل راح، ولا تيران وصنافير راحت، ولا الشعب افتقر، ولا البلد فلست. فالفيديو ده عليه حقوق كبيرة جدا. لكن افكرك هاني مهنا كنت بلعب كرة مع علاء وجمال والعدلي كان الحكم. يعني سجن يعني، فده السجن اللي كان مسجون فيه مرتضى اللي هو احسن من سجون امريكا. المهم مرتضى في فترة منتجع ايس كريم لكلو خرج يقول للخطيب انت ما سجنتنيش، وهو صدق وهو الكذوب. انت عارف مين اللي سجنني؟ محمود عارف ان انا اتحبست ازاي، تمام، ومش هسيب حقي. وانا محمود واقف اهو بقول لك المعركه بدات. بقول لك تمثيليه على البعض، الشعب الذي يستحق كل تلك التمثيليات الهرائيه، احنا شعب نستحق. هو صادق، للاسف هو صادق في شبه الدوله اللي احنا عايشين فيها، اللي لا يمكن تكون دوله على الاطلاق، شبه الدوله. ها فبيقول له بمنتهى الصراحه انت عارف انا اتحبست ازاي، وانتوا عارفين، وما تفتكرش انك حبستني والمعركه بدات. يعني هو حقيقه هو ما حبسوش الخطيب، فعلا ما حبسوش الخطيب، لان لو سب الناس بيحبس، لو الشتيمه والخطف اعراضهم بتحبس، كان مرتضى اتحبس في سجن الكاتراز، عارفينه يعني، ما من زمان جدا جدا. ها فمحمود الخطيب عارف حقيقي، ومرتضى بيقول له الحقيقه. امال مين اللي بيحبس؟
قال لك انا عندي تسجيل لمكالمه قديمه من اخت مسؤول عرفتني اللي هيحصل لي 2020 ها، وقالت له كل الحكايه. من 2020 في حاجه غلط، وعندي المكالمه المسجله من اخت المسؤول اللي قالت لي خلي بالك هتسقط في الانتخابات بالتزوير. قلت له محدش عارف يكسبني في مدرسه، قالت لي هتسقط وهيعزلوك من نادي الزمالك. سيبك بقى من المكالمات برضو الخزعبليه دي، المعنى في بطن الشاعر او في فخذ النمله يعني كله فاهمها، هو بس بيديها هنت وخلاص. لا ولا في انتخابات، مفيش قانون، مفيش قضاء. اللي عندنا في مصر ده قضاء الحاجه ليس قضاء. للاسف لو في قضاء ما كانش في جريمه من الجرائم دي اكتملت. لو في قضاء في مصر ده قضاء الحاجه، مفيش حاجه، مفيش اي بتاع، مفيش اي حاجه. العسكري بيقرر مين ينجح ومين يسقط ومين يتحبس ومين ما يتحبسش، ومرتضى فاهم اللعبه، يزعلوا منه شويه ويوططي راسه ويلعبوا بيه شويه، بيعمل الحاجه كل حاجه، فاهم اللعبه صح، وبيعمل الحاجه اللي بيحبها ويطلع في الاعلام ويشتم الناس ويكسب من ورا ده مئات الملايين، عمولات اللعيبه وقضايا، ويعمل فلوس وهي بترزق. فدي تابونه حضرتك، تابونه دلع بتاع الطابونه، تابونه حضرتك دي كل حاجه فيها اتدمرت. مرتضى صادق لا قضى بيحبس ولا ده بينجح ولا اي حاجه. بقول لك العسكر بيتبولوا على الشعب. لما تيجي تبص للكوره الناس كرهت تحضر ماتشات المنتخب اصلا. تخيل انت منتخب مصر بقى يعاني من الجفاف، يعاني من العزله، الناس كرهت اي حاجه تمت للعصابه بصله، وللاسف منتخب مصر منها. ناس بقى انت عارف، انت كل ما بيزيد الالم والضياع الناس بتنكفئ على روحها، فانكفئت على الحاجه الوحيده اللي باقيه لها، الاهلي والزمالك. ناس بقى حبها وتشجيعها الاهلي والزمالك تفوق المنتخب بكتير جدا. منتخب بقى في اخر الاهتمامات. انا مش بتكلم منتخب عشان كوره بس، رغم ان ده شيء مش عيب يعني، انا بتكلم على المنتخب، بتكلم على الانتماء. اخر ماتش لمصر وملاوي قال لك هنسمح ل 20,000 متفرج، محدش راح. محدش راح. الناس كرهت بضاعتهم على كل المستويات. الاستاد شبه فاضي ما فيهوش 500-600 واحد، واللعيبه بتتساءل هي الجماهير راحت فين، وديتوا الجماهير فين. الجماهير خلاص اصابها الغثيان. احمد حجازي، نحتاج لعوده الجماهير للمدرجات بكثافه لانه اكبر دافع للاعبين لتحقيق الانتصارات والبطولات. تخيل انت من كتر القهر والذل والناس بقى في جابه كبيره جدا بينها وبين اي حاجه تمت للعلم وللبلد وللعصابه والكل كليله. 27,000 ما راحش 200 واحد. بص اي مباراه بتتلعب لمنتخب عربي، شوف المغرب، شوف المغرب اخر مباراتها مع البرازيل مباراه وديه فازت فيها 2-1. شوف الحشود، شوف الحشود. وريتك قبل كده اليمن، بص الملاعب في الجزائر، بص لاي مباراه لاي منتخب ناس بتحضر تملى الاستاد على اخره. حتى دي راحت، حتى دي راحت. رجع مرتضى عشان المسرح محتاج هتيفه وممثلين جداد، كأن مش كفايه التمثيلات اللي موجود، لا مهم جدا يعود مرتضى للتمثيليات. المعركه بدات يا خطيب.